الرئيس عبد الله بن عيشة كان قبطان البحر وقائد للأسطول المغربي، جاب البحر طول عرض، اعترض المراكب المعتدية وقاد هجومات بحرية متوالية ضد السفن الأوروبية، وتسجن بنفسه لمدة 3 سنين في إنجلترا. تميز كدبلوماسي، بعثوا السلطان المولاي إسماعيل على رأس سفارتين، وحدة لإنجلترا والأخرى لفرنسا. ثلاثها كيف ما روجت له كثير الصالونات الباريزية اقتراح فكرة الزواج بين السلطان وأميرة فرنسية، حاولوا بعض المؤرخين المغاربة إنكارها رغم وجود وثائق تاريخية. هو الأميرال المعروف بشجاعته وقوة شخصيته وذكائه، الرئيس عبد الله بن عيشة اللي كيتسمى في المصادر الغربية بنش. ولد عبد الله بن عيشة عام 1646 في سلا الحديثة المعروفة اليوم بمدينة الرباط، فين توفى عام 1713. المدينة المشهورة بنشاطها البحري منذ أن استقرت فيها العائلات الموريسكية، ومن ضمنها أسلاف بن عيشة اللي تعرضت عام 1609 لمرسوم الطرد من الملك فيليب الثالث، فهاجرت قسرياً واستوطنت بالقرب من مدينة سلا العتيقة على الضفة الأخرى من واد بورغراغ. من باب الانتقام اكتسحت بسفنها البحر المتوسط والمحيط الأطلسي. في كتابها سلا وقراصنتها كتكتب الأستاذة ليلى مزيان حول بن عيشة أن المصادر كتوصفه بأنه رجل طويل القامة ومولاته، وأنه برز عام 1671 عندما كان عمره 24 عام. في ذاك التاريخ كيظهر كقبطان صاحب فرقته من 100 أطنان وجوج طوابق و14 بنادق و150 راجل. في 15 يوليو 1680 سقط أسير في قبضة سفينة إنجليزية وقضى 3 سنين في السجن في لندن قبل ما يطلق سراحه الملك تشارلز الثاني ستيوارت دون فدية مع توسط شقيقه جاك. بعد فترة وجيزة من عودته للمغرب تم تعيين بن عيشة من قبل السلطان مولاي إسماعيل في عام 1684 كقائد عام لسفن سلا، ثم في عام 1691 كقائد عام للأسطول المغربي. ما توقفش عبد الله بن عيشة خلال هذه السنوات عن عملياته اللي كتدخل في إطار الجهاد البحري. في نوفمبر 1686 غنم سفينة تجارية من هونفلور قبطانها غيوم بوغيي كيبلغ وزنها 100 طن تسمى ليسبيرانس، محملة بالقماش، ثم أرسل طاقمها بأكمله للأسر. في 12 مارس 1687 استولى على لو ميرسي وهي سفينة من لو أفغ بقيادة الكابتن غنوار محملة بالقمح المغسلية واللي اقتادها معه لمرسى الجزائر. بعد 8 أيام رجع الرئيس بن عيشة لسلا مع سفينتين من فرنسا. في 25 مارس أفادت المصادر أنه غنم سفينة إنجليزية، ثم خلال شهر مايو من نفس العام استولى على 3 سفن صغيرة محملة بالقمح من نورماندي واللي فرجوا من طاقمها بينما تم أسر الآخر. تابع بن عيشة انتصاراته في عرض المحيط، وكانت حملته لسنة 1691 أخصب حملة عرفتها مغامراته البحرية كيفما جاء في مجلة البحث العلمي. بين مارس وأبريل من عام 1691 استطاع بالفعل الاستيلاء على 6 سفن. في يوليو جاء دور سفينة شراعية برتغالية محملة بالقمح استولى عليها بالقرب من لشبونة مع طاقمها المكون من 23 رجل مع رفيقه الرئيس فنيش. استولى في سبتمبر 1691 في جزر الكناري على 4 سفن فرنسية وجنوية وإنجليزية، ثم في الشهر نفسه تعقب سفن فرنسية متوجهة لأمريكا، واحدة بقيادة الكابتن لاغوش من لاغوشيل والسفينة الأخرى من بوردو وقبطانها لوساج. كتب روجي كوانترو أن بن عيشة ما ترددش في تمديد عملياته في الشتاء، وأفاد أنه في عام 1693 قاد الجنرال بن عيشة سفينة مكونة من 24 بندقية مع طاقم مكون من 180 رجل. كان نجاحه الرئيسي هو الاستيلاء على سفينة برتغالية كبيرة متجهة من البرازيل للشبونة تتحمل شحنة غنية من الكاكاو والقرفة والقرنفل والسكر بقيمة 50,000 جنيه استرليني. باختصار تابع بن عيشة عملياته عام 1694 مع الاستيلاء في جهة ماديرا على سفينة إنجليزية، وبين جزر الأسر وماديرا على سفينة فرنسية، ثم عام 1695 مع شقيقه وولده على سفن هولندية. استمر حتى العام 1698 مع غنم 3 سفن فرنسية وإنجليزية على متن سفينته الشخصية المسلحة ب 24 كتيبة و 20 بندقية وطاقمها متكون من 200 رجل. أول
أول أعمال بن عيشة الدبلوماسية كان في إنجلترا بعدما توج الملك جيمس الثاني، حيث توجه باسم السلطان مولاي إسماعيل لتهنئته. لكن سفارته الشهيرة هي اللي قام بها عام 1698 في بلاط لويس الرابع عشر في فرنسا بهدف توقيع معاهدة تجارية وتبادل الأسرى. كتجي هاد البعثة بعد زيارة فرانسوا بيدو دو سانت أولان للمغرب. فعند وصوله للقصر الملكي في 11 يونيو 1693 عارض المفوضون المغاربة المادتين الخامسة والسابعة من المعاهدة. كتب إدغار وواغ دو كار في دراسته التاريخية والقانونية للمعاهدات بين فرنسا والمغرب، بما أن مهمة سانت أولان لم تكن ناجحة شدت الأعمال العدائية، ولكن سرعان ما توقفت مرة أخرى. في الواقع استشار عبد الله بن عيشة السلطان من أجل تحقيق السلام، فأمر مولاي إسماعيل إدراكا لحكمة نصيحته بالتوقيع على هدنة مع كونت ديستري والذهاب لفرنسا لإجراء الترتيب النهائي. انطلق السفير بن عيشة من سلا في اتجاه ميناء بغست اللي وصل له يوم 11 نوفمبر 1698 وتلقى فيه ترحيب حار يؤكد أوجين بلانتي اللي كان بوزارة الخارجية أن المدعي العام في البرلمان ومراقب بريطانيا وقائد المكان نفسه على شرف استضافته وتقديم العشاء له واصطحابه للكوميديا. ورداً على مجاملتهم حرص السفير على مخاطبتهم بقوله أنه جاء نيابة عن أعظم إمبراطور في إفريقيا لطلب صداقة أعظم إمبراطور في أوروبا، وأن هذا الارتباط يجب أن يكون مرغوب فيه من قبل رعايا كلا الأمراء، وأنهم ملزومون بشكل متبادل ببذل جهودهم لتمتين الروابط. من جانبه أكد إدغار وواغ دو كار أنه من أول اللقاءات أظهر بن عيشة بوضوح إرادته عدم بدء أي مفاوضات قبل تقديمه للملك، وأعلن عن عدم توقيعه لأي اتفاق قبل تسليمه أوراق اعتماده للملك شخصياً. خذت رحلة البعثة من بريست لباريس شكل ما تم تصنيفه بمسيرة انتصار. كتب أوجين بلانتي حول شهادات الاحترام وحول تدفق سكان القرى على طريقهم وفتح الموظفون الحكوميون والشرطة أبواب المدن اللي مروا بها والترحيب بوصولهم لمدينة غين بصوت المدفع. في 5 فبراير 1699 وصل بن عيشة لباريس ونزل بفندق السفراء. 11 يوم من بعد قادوا لبارون دو بروتوي بعربته لقصر فيرساي فين استقبلوا الملك لويس الرابع عشر، فلقى بن عيشة كلمة باللغة العربية وكشف عن مسألة تبادل الأسرى من أجل إبرام هذا التحالف. خلال إقامته اللي استمرت في العاصمة الفرنسية حتى يونيو، كانت فرصة لشخصيات من النخبة الفرنسية لزيارة العاصمة، متحف اللوفر وليزانفاليد والبرلمان والمكتبة الملكية والأرسنال والفال دو غراس وصناعة الجوبلان والمطبعة الملكية ونوتردام والمرصد، حيث تلقى رسالة موجهة لعلماء الفلك في فاس. كما حضر بن عيشة عروض مسرحية مثل كارنفال البندقية أو أماديس اليونان، وتلقى شخصيات فرنسية وحتى ملك إنجلترا جيمس الثاني اللي ما استطاعش تأمين التاج الملكي في إنجلترا وبالتالي لجأ لفرنسا. خصت المجلات الفرنسية لبن عيشة خاصة لو ميركور غالون ولا غازيت دو فرانس عدة مقالات كتحدث عن لباقته وكتعبر عن مكانته، وجلها مطبوعة بالاحترام والإجلال. وبالطبع تقال الكثير عن انبهار السفير بن عيشة بماري آن دو بوربون بنت الملك لويس الرابع عشر، لدرجة أنه اقترح على السلطان مولاي إسماعيل باش يخطبها. حسب الوثائق قدم بن عيشة رسمياً في 14 نوفمبر 1699 طلب الزواج لمرسله لوزير الخارجية الفرنسي للبحرية بون شارتان اللي نقلوا الملك فرنسا خلال مجلس الوزراء. التاريخ كيشهد بأن طلب الزواج ما لقاش رد إيجابي، والبعثة الدبلوماسية ما تمكنتش من إبرام السلام أو تسوية مسألة الأسرى. أما سفيرنا أميرال الأسطول المغربي عبد الله بن عيشة فقد عاش في آخر أيامه بالرباط محنة كبيرة من طرف خليفة المولاي إسماعيل بمكناس اللي ناب عن السلطان مدة غيابه بالحدود الشرقية، فطلب من بن عيشة قدر كبير من ثرواته، وعند امتناعه جلده وعذبه كما لاحظ ذلك زواره قبل ما يظهر عبد الله بن عيشة كوسيط لفدية السجناء المسيحيين.